علمتني الحياة في ظل العقيدة أنه كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. إن زرعت خيرا حصدت خيرا، وإن زرعت شرا حصدت مثله، وإن لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. ها هو رجل كان له عبد يعمل في مزرعته، فيقول هذا السيد لهذا العبد، يقول له ازرع هذه القطعة برا، وذهب وتركه، وكان هذا العبد لبيبا عاقلا، فما كان منه إلا أن زرع القطعة شعيرا بدل البر. ولم يأتي ذلك الرجل إلا بعد أن استوى وحان وقت حصاده، فجاء فإذا هي قد زرعت شعيرا، فما كان منه إلا أن قال: أنا قلت لك ازرعها برا، لم زرعتها شعيرا؟ قال: رجوت من الشعير أن ينتج برا. قال: يا أحمق، أو ترجو من الشعير أن ينتج برا؟ قال: يا سيدي، أفتعصي الله وترجو رحمته؟ أفتعصي الله وترجو جنته؟ ذعر وخاف واندهش وتذكر أنه إلى الله قادم، فقال: تبت إلى الله وأبت إلى الله، أنت حر لوجه الله. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي المقابل: ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ها هو رجل كان له أب قد بلغ من الكبر عتيا، وقام على خدمته زمنا طويلا، ثم مله وسئمه، فما كان منه إلا أن أخذه في يوم من الأيام على ظهر دابة وخرج به إلى الصحراء. ويوم وصل إلى الصحراء قال الأب لابنه: يا بني، ماذا تريد مني هنا؟ قال: أريد أن أذبحك. لا إله إلا الله، ابن يذبح أباه؟ قال: أهكذا جزاء الإحسان يا بني؟ قال: لا بد من ذبحك، فقد أسأمتني وأمللتني. قال: إن كان لا بد يا بني فاذبحني عند تلك الصخرة. قال: أبتاه، ما ضرك أن أذبحك هنا أو أذبحك هناك؟ قال: إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند تلك الصخرة، فلقد ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ولا يظلم ربك أحداً.